بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. شكر الله سعيكم، شكر الله سعيكم. تعيش وتفتكر يا متر. بس جدع سيد، تقتل القتيل وتمشي في جنازته. أنا؟ الجملة دي ما تخصنيش. أنا ماليش دعوة باللي حصل لأمينة. مالكش دعوة إزاي؟ إذا كان دمها بنقط من إيدك أهو. ما تكسفش، قول قول. لا لا، صلي على النبي كده في قلبك. بلاش الطريقة دي معايا. أمينة حواراتها كتير وأنا مش همشي وراها. أشوف اتورطت مع مين. صلوا على النبي يا اخوانا، صلوا على النبي. الميت ما تجوزش عليه الا الرحمه. الله يرحمها. الله يرحمها. وهي عايشه كانت لما كل رجاله البلد حواليها. شوف دلوقتي في عزاها ربعهم بس اللي جه عز. مين يا غريب؟ انت بتفتكر مين يا سامي اللي ورا الموضوع ده غير سيد يعني؟ نفس اللي انت بتفكر فيه يا عماد بيه. اللي عاوزنا نخبط في بعض. رحيم. البقاء لله. ايه رايك بقى في البادي ده؟ انا اللي قصه بايدي. قولي لي ايه رايك؟ هيبقى تحفه عليكي. بص بس، بصي شوفي الجمال. ها شوفي. ها انت لسه متضايقه من حكايه الجامعه دي؟ عارف يا حلمي، انا اوقات بسال نفسي انا عملت ايه غلط عشان خاطر يحصل فيا كده. ايه الحاجه اللي انا عملتها تخلي دنيتي تتشقلب بالمنظر ده؟ مش عارفه ابص في عين صحابي، مش عارفه اخرج معاهم، مش عارفه البس لبسهم، انا مش عارفه اخش الجامعه. انت متخيل منظري بيبقى عامل ازاي كل يوم وانا مش عارفه اخش الجامعه؟ اقول لك حاجه، بلاش جامعه خالص. اوعى تقولي كده، انت هترجع الجامعه، انت مش اقل من اي حد فيه. ما تشغليش بالك، انا هتصرف في حكايه المصاريف دي. المصرف كام؟ 70,000 جنيه. بسيط. طيب انت معاكي فكه 100,000 وتجيبي الباقي؟ مش معايا، ما اعتقدش ان هم معاك اصلا. Thank you.
ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رحيم بيه. عارف القرآن ده أحسن حاجة تريح الميت. اسألنا أنا. عقبال العايشين ما يرتاحوا هم كمان. فين ده يا رحيم؟ في الحفظ والصون. ايه؟ عايز تقول لها حاجة؟ لا، أنا عايز أقول لك أنت إنك بتعرف تعمل أي حاجة اليومين دول بس علشان أنا مش فاضيلك. وأنا مستنيك لما تفضى. أنت إيه اللي جابك؟ جاي أعزي. في واحدة كانت عشرة عمر. أو المفروض إنها كانت عشرة عمر. بس الكلام ده بقى قبل ما تخوني الأمانة اللي أنا اديتها لها. زي ما أنتوا كمان خنتوها. آه، عشان كده بقى قتلتها. قول، ما تخافش، قول. وأنت تعرف عني يا عمدة إني لو قتلت هخاف أقول. وبعدين اقفل الموبايل اللي أنت بتسجل لي بيه ده علشان عيب. أسجل مين؟ أصلاً ما فيهوش مساحة. أصله مليان بفيديوهاتي أنا وداليا. الله، ما تصلوا بينا على النبي كده يا جماعة. إحنا نصفي النفوس ونستعيذ بالله من الشيطان اللي دخل بينا. وإحنا عمرنا تلمينا اللمة الحلوة دي إلا لو كان الشيطان فيها. أو خلاص مات واندفن. تصدق عجبتني. يعني نعلق كل المصايب على شماعة اللي راحت وفي الآخر نحضن بعض ولا كأن في حاجة حصلت؟ ده إيه الحلاوة دي؟ لا لا لا، تاخذنيش يا رحيم، أنا ماليش دعوة بالقصص والرقايات دي، إحنا إخوات. وأنا قلت لك أخويا، اللي هتطلبه مني هنفذهولك، حقك. طب وأنت نفذت اللي طلبته منك؟ بجهزهم لك أخويا. بجهزهم لك أخويا؟ مالك بتهر كده، ما تجمد شوية، في إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة، إحنا مالناش في الحاجات دي. احنا نقعد مع بعض ونتكلم، واللي عنده حاجة يقولها. أنا اللي عندي تقال. أشوفكوا العزا الجاي إن شاء الله. البقاء لله. بقول لك يا هشام، ما تيجي ننزل نقعد في القهوه نشرب لنا كوبايتين شاي كده ونضرب لنا حجرين؟ انا مش رايق خالص النهارده يا حلمي، اعتبرنا في القهوه وانا عامل لك اللي انت عايزه. طب بقول لك ايه، انا عايزك في مصلحه. مصلحتي خير. عايزك تجيب لنا بضاعه نشتغل فيها. لا 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 لا، مش هينفع خالص اليومين دول. ليه؟ ما ده الحوار اللي مقعدني هنا. اليوم اللي اتخطفت فيه كان معايا بضاعه، معرفش بقى اللي اسمه سعد ده صرفها ولا الحكومه هي اللي حرزتها. المهم ان اصحاب البضاعه دي مش عايزين فلوسها دلوقتي، مش عايزين رقبتنا. عندهم حق. وانا ناقصك يا حلمي. مين صحاب البضاعة دول؟ الناس كده باخد منهم بضاعة وخلاص. مين يعني؟ ما تنطق. عيلة ابو وردة. ايه؟ ابو وردة؟ ابو وردة هشام؟ ما خلاص بقى يا حلمي، اللي جرى الله. خرب بيتك يا هشام. ابو وردة عارف ان انا بشتغل معاك؟ لا 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 لا، ما يعرفش اي حاجه. هو كل اللي ليه ان انا اخد بضاعه اديله مكانها فلوس، غير كده ولا ليه فيه. ابو وردة، يا نهار اسود، وهنتصرف في المصيبه دي ازاي؟ ربنا يستر بقى، ربنا يستر. يا رب يكون اللبس اللي جبته لك عجبك. شكرا يا رحيم. ما قلتليش بقى، لو كل دول كانوا في عزاها، امال مين اللي قتلها؟ هو انت فاكره ان اللي هيقتلها ده مش هيحضر عزاها؟ ده لازم يكون اول واحد موجود بياخد العزا.
طب مش انت بتقول شفت اللي قتلها؟ ما بلغتش عنه ليه؟ يعني عايز انا اروح القسم اسلم لهم نفسي تسليم اهالي؟ اقول لهم انا يا جدعان كنت موجود في الشركه في نفس اليوم اللي اتقتلت فيه الست؟ انا لا يمكن اعمل كده. داليا انت بتشكي فيا؟ لا يا رحيم، انا بس عايزه افهم. عاوزه تفهمي ايه بالظبط؟ عايزه اعرف لو كانت امينه ورا كل اللي حصل لي ده بعد ما ماتت، انا هفضل كده هربانه على طول؟ بس انا وعدتك ان الموضوع ده هيخلص قريب. بس انا خايفه، حاسه كاني لسه في السجن. خايفه وانا معاكي. انا خايفه علشان انت مش معايا، خايفه من كل صوت خطوه، من كل صوت فتحه باب، خايفه في اي لحظه يدخل عليا البوليس. محدش يقدر ياخدك مني تاني ابدا. تقصد مين؟ اقصد اي حد. بس المهم انت يا داليا، انت عايزه ايه؟ عموما انا مش عايز اسمع ردك دلوقتي، عاوز اسمعه من غير اي ضغوط عليكي، يعني بعد ما اثبت برادتك. انت عرفت منين ان داليا مع رحيم؟ مش مهم عرفت منين، المهم ان اللي عمله رحيم ده بيورطها أكتر. أنا مش فاهمة هو عمل كده ليه؟ وإيه اللي خلاه يهربها؟ وليه ما كلمتنيش؟ هو ده رحيم، بيضغط عليها علشان ترجع له. رحيم مش بيفكر غير في مصلحته هو وبس. أوكي، رحيم بيلعبها معايا، ماشي. اسمع يا عماد، أنا ماليش دعوة بقى بأي حاجة بينكم، أنا بنتي عايزاها ترجع لي. أنت عايزة داليا، وأنا عايز داليا. اللي واقف بيننا هو رحيم. لو كلمتك وهي اكيد هتكلمك، قولي لها ان مفيش حد غيري يقدر يحميها، ورحيم ده ما يقدرش يحمي حتى نفسه. اوكي، بعد اذنك. رحيم لازم يعرف. رحيم مش لازم يعرف اي حاجه، ده لو عرف ممكن يموتني فيها حلمي. ولما انت عارف كده راح تشتغل معاهم ليه؟ راح تشتغل مع اللي قتلوا اختك وجوزها ولا نسيت؟ عمري ما نسيت يا حلمي، عمري ما نسيت. بس اعمل ايه يعني؟ حوار ولبست فيه فلوس وصلت ومارك خسرتها وهم دخلوني في الحوار ده. تقوم تشتغل معاهم، تشتغل مع ابو ورده هشام. ما خلاص بقى يا حلمي، انت مكبر الموضوع ليه؟ فكك. هفكني واكبر الموضوع؟ رحيم لما يعرف هينيل الدنيا. اللي بيننا وبينه مش خناقه، ده دم. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك هشام، الله يخرب بيتك. تفكر في ايه؟ بيتهيألي دلوقتي بقى واضح جدا ان الشخص اللي كان بيكلمك في التليفون هو نفس الشخص اللي كان بيبعت لي رسائل، وزي ما كان ورا خطف هشام اخويا كان هو برضو اللي ورا حكايه شنطه المخدرات ومحاوله قتلك في الاسم. طيب تفتكر ده هيتغير بعد موت امينه؟ على الاقل هنفهم. لو كانت امينه ورا كل اللي بيحصل ده يبقى اكيد كل حاجه هتقف. ايوه، بس ده مش هيظهر براءتي. علشان كده لازم نوصل للميا. انت ما تعرفيش بلدها فين، قرايبها، اي حاجه عنها. ايام الشغل كانت قالت لي كذا مره انها رايحه لناس قرايبها في السويس، بس بصراحه ما اعرفش فين. طب قولي لي كل اللي تعرفي عنها وانا هنزل ادور عليها بنفسي. ايوه، بس انا جايه معاك، مش هتسيبني لوحدي. باشر يلا يا دي توه بقى من هنا. منور يا كبير. ازيك يا عبوده؟ يا تسلم. خير يا كبير.
عايز عربية يا عبودة بس يكون ورقها سليم. طب اديني يومين تلاتة كده أظبطها لك، بس ده عشان أنت حبيبي يعني. يومين تلاتة إيه؟ أنا عايزها دلوقتي. دلوقتي يا كبير؟ أنت عايزني أقلب لك عربية من الجراج ولا إيه؟ ليه؟ هو إحنا حرامية؟ هو أنت مش عربيتك سليمة؟ أنا عربيتي سليمة. طب هات المفتاح. مفتاح يا كبير؟ بص إحنا ممكن نقلب عربية من الجراج هنا عادي يعني. عبودة المفتاح. ألف شكر يا عبودة، طول عمرك مجدع وصاحب واجب. ربنا يستر. ألو يا شاب، بقولك في بلطجية كم كسروا علينا البيت وخطفوا بسمة. أيوة، وقالوا إن أنت تعرفهم كويس وتعرف توصل لهم كمان. إمتى الكلام ده حصل؟ من خمس دقايق كده. من دول يا شاب؟ وفين بسمة؟ رحيم كويس؟ كويس اهو يا حبيب امه، ده اتفرط من العياط من ساعة ما خطفوها. انا عايزة بسمة يا شاب، هاتلي بنتي يا شاب. يا بسمة اهدي، انا هتصرف. اهدي طيب، اقفلي دلوقتي وانا هكلمك تاني. يلا سلام يا حبيبتي يا بنتي. بابا احنا عايزين نشتري حاجة. احنا الكلمة دي بتغيظني جدا. ايه عايزين تشتروا اي حاجة وخلاص؟ وبعدين انتم الاتنين خدتوا مصروفكم خلاص. يا حبيبتي احنا كده العيل ليه؟ احنا جايين في الصحة. معقولة الكلام ده؟ خد يا حبيبي 10 جنيه. 10 جنيه بس هنجيب بيها احنا الاتنين. ايه 10 جنيه بت؟ 10 جنيه كنت بصرفها في سنة ولا في سنكم؟ بس وكمان انتوا هتتأمروا؟ يلا خدوها وامشوا، يلا روحوا. ال 10 جنيه بت بت. ايه مركز مع ايه كده؟ مع الدنيا. صحيح انا قريت الخبر بتاع داليا حامد ده، والست دي ما اعتقدش ابدا ان يكون ليها علاقه بالمخدرات. انت تعرفيها منين؟ كانت بتديني درس السنه اللي فاتت في التنميه البشريه، وقعدنا فتره كده متصاحبين. ست في قمه الاحترام والاخلاص. عادي، ولاد الناس ممكن يغلطوا. يغلطوا ماشي، لكن مخدرات مستحيل. وبعدين انا اعرف ان هي كانت مخطوبه لرجل اعمال مهمه قوي على ما اعتقد، اسمه زياد. عماد. بالظبط عماد. هو عملت ايه في عرض صاحبك؟ عرض يا حبيبتي؟ العرض بتاع شركه الامن الخاصه. انا عملت سيرش عن الموضوع والموضوع طلع مربح جدا، هينقل حياتنا. أميرة أنا معرفش غير إن أنا أكون ظابط. ما هو يا حبيبي، ما يا أميرة قلت لك 100 مرة قبل كده، المسألة بالنسبة لي مش مسألة شغل. أنا بعمل حاجة مصدقها أوي، وبحمد ربنا إنه إداني فرصة عشان أخدم البلد دي، ده كرم منه. أنا بعمل كده عشان ولادي، عشان بكرة يبقى أحسن. وأنت اتجوزتيني كده وهفضل كده لحد ما أموت. بعد الشر عليك يا حبيبي، ما تقولش كده. حتى ده يا حبيبتي مش شر، لو هموت عشان خاطر البلد دي يبقى كرم من ربنا ودم يروي ارضها. فهماني ولا مش فهماني؟ يا قمر انت. ايه ده؟ انا لا عايز صوت ولا عايز نهنها. ها؟ يوه، بقول لك ايه؟ الراجل اللي جوه ده ما يعرفش اي حاجه. ها؟ ولا يعرف حاجه عن الموضوع. طب رجع لي بنتي يا شيخ، وانا بشرف امي ما هفتح بقي بكلمه. هترجع يا ام بسمه، هترجع. شرف امك لا ترجع. اهلا 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 ام السنيوره. الله، امال فين نجمه الجماهير؟ عندها تصوير اليومين دول يا حاج. تصوير. الساده ياض، انت راجل وبتسمع كلام ابوك وبتعرف تتصرف صح. قلت لك اجري ياض لم مراتك، رحت ما لقيتش مراتك، لميت امها بسرعه. هو في ايه؟ الحاج كان بيوصيني عليكوا يعني. اه بقول لك يا حاج، ما بسمع تقعد معانا اليومين دول كده هنا. فين؟
هنا يا حاج في البيت. في البيت هتاخد بالها من رحيم الصغير. طعم. وانا بقى هادي مصلحه كده وهاجي على طول. ماشي يا ام السنيوره، ان شاء الله بتعرفي تطبخي ولا زي بنتك كله نواشف؟ انت اتاخرت كده ليه؟ افتكرتك رحت من غيري. ده انا وعدتك، ولو اني عارف ان المشوار مش سهل. بس انا مش هقعد هنا لوحدي. وانا مش هسيبك، هتفضلي معايا على طول كده املك.